Yeah. I love this place. لأني بحب البحر لو بدنا ننبسط نروح ما في مكان تاني هو المكان الوحيد اللي نقدر نفرغ فيه اللي جواتنا هو البحر I'm serious but also I'm funny I'm serious and I'm funny if we go to have fun in somewhere I will be something crazy but when I go to work I go to theater I put in my mind okay we come here to work we should do things like this. عطشان ياما أروح لول أروح أشرب حدانا بيت حياتنا في قمة السعادة وأنا في قمة السرور بس بالرغم من هيك إلا أنه في أشياء مستفزة أنا زهقت عارفين أنا زهقت وأنا بعد في فلوسي والمصيبة أنهم كل مالهم بزيدوا صرت مش عارف وين أوديهم أكتر إشي بحبه في الكتابة وأنا بتخيل الكلام اللي أنا بكتبه أحب لوم العوازل لما يلوموني كلا دول تمارين مسرح كنا ناخدهم أوكي شغلي أنا في الحياة إني لما أطلع على المسرح بكون كتير مبسوط ببسط الناس لأنه لازم العطاء يكمن في قلوبنا والعطاء كمان يكمن في السعادة المكان هذا بالنسبة لي كل إشي لأنه المكان هذا بحس روحي فيها برتاح كتير فيه كل إنسان بيكون بنتمي لمكان أنا لهون منتمية حتى في توجيهي أحياناً كنت أتسلل وأجي على المسرح بدون العلم بابا بس وبعديها برضو الحمد لله هني في المسرح يعطيك العافية يعطيك الله عافية الله يعافيك أفضل شيء في حياتي المسرح بلاش في العالم في القدس تعرف ليش؟ أنا قبل ما أعرف المسرح كنت إنسان انطوائي ما أتعرف على حدا بس لما خشيت في المسرح صرت أكثر واحد في الشباب المعنى الاجتماعي لدرجة إنه من كثر ما بعرف ناس صرت أنسى اللي بعرفهم صرت أنسى أسمائهم I guess it's so important. For me, I feel that theater, TV, songs, and all of these things are the things that affect the people the most. So, so if you want to change, for example, bad ideas, if you want to give people some hope, if you want to help people to get over the problems they have, theater is one of the most things that would help.
إشي بحبه في غزة إنها مش زي الدول التانية. الدول التانية عندهم مشاكل كتيرة، مجاعات وحصار وانقسام واحتلال وقصف وتدمير وموت. أما إحنا ما في عنا أي إشي من هذا الكلام، علشان هيك بحب غزة كتير. وأنا أكيد مش راح أموت من الجوع أو الفقر أو من جلطة من هالجلطات اللي ماتوا فيها نص قرايبي. من كتر السعادة بدينا مع أشتار في 2010، صار في اختبارات للممثلين مين أحسن، مين أفضل في التمثيل، في الكتابة. وصلنا لعدد معين، كنا 33 شاب، والحمد لله ضلينا مستمرين في المونولوجات. من وانا ولد صغير بحلم أكون لاعب كورة مشهور، كنت مؤمن إني راح أحقق أحلامي، بس اليوم مليون عقبة بتوقف في طريقي. أول إشي ما فيش ملاعب لا للكبار ولا حتى للصغار، واجا الحصار وزود الطين بلة، لكن الأحلام والأمان والأمل والمستقبل كلها كلمات بتفقد معناها في بلد بتقتل أصغر حلم. They were really the age between 14 and 18 when we started in 2010, and these young people were traumatized, and the trauma was the biggest challenge because they weren't able to express themselves, they weren't able to focus in any theatrical exercise. We had to have a psychologist on board in addition to the main trainer, Ali Awiyasuyin, in addition to me following them over Skype. هنشتغل من غير موسيقى أو شيء، بس بدنا نشوف بروفة أولية، تمام؟ تفضلوا موفقين. جاهز؟ تفضل. يعني هو المسرح رسالته الأساسية من أجل التغيير، هذا هي رسالة المسرح اللي إحنا يعني اشتغلنا عليها لسنوات، بحيث إنه نقدر نخلق أشخاص مختلفين، أشخاص واعيين بفن المسرح، مؤمنين إنه إحنا رسالتنا في المسرح هي رسالة حب، رسالة محبة، رسالة سلام، أدواتنا الكلمة، وهذا طبعاً بأمن فيه تماماً. أنا بدكم تقولوا عني جبان؟ قولوا، بطلت تفرق معي، لأن بعد الحرب أي ولد بيغلط علي أو حتى بيضربني بحزن عليه وبدي يمشي، بس قبل الحرب أنا ما كنت هيك، كان الطير الطاهر يتأذى منه ويتحشاني. ليه صار معي هيك؟ لأن بصراحة من كثر ما شفت أطفال ماتوا في الحرب صرت أحس إنه كلنا رايحين نموت، بس الموت مؤجل شوي. When I received the text for the first time from the Gaza kids, I was very sick because they were so striking. I mean, they were, it was so powerful and it was so harsh and it was filled with emotions, and it was really, the stories were told as if they were not young children anymore. So
شفنا اشياء كثير. احنا كاطفال مفروض احنا بس بنفكر بالالعاب، نفكر انه وين بدنا نروح، بنستنى العطله عشان انه ننبسط ونلعب. لا، احنا شفنا جانب ثاني خالص، شفنا العذاب، شفنا الالم، شفنا القصف، شفنا الحياه الثانيه، الوش الثاني للحياه زي ما بيقولوا. انا بمدرسه الرمال اللي جنب الجوازات اللي الضربه الاولى كانت فيها، كل الجوازات طارت على مدرستنا، كل البنات صاروا يبكوا الا انا كنت اضحك. لهلا مش عارفه ليش كنت اضحك. لما روحت على البيت فتحت التلفزيون شفت كل المباني اللي حوالين مدرستنا مدمرة والشهداء مرصوصين فوق بعض. بعد المونولوج اللي كتبناه أول واحد عشنا مرتين حروب، صار معنا أشياء كتير في الحروب هذه، تعلمنا أشياء كتير، أو ممكن نحكي إنه إحنا صرنا نخاف. في جانب من الخوف، يعني أنا صار عندي خوف من الناس، أنا خايفة أخلط مع الناس، خايفة أطلع. It's one of the oldest neighborhoods here in Gaza. It has a lot of people living in it, so it's really so crowded. I've lived here for so many years. So for me, it's a so special place. In the first war here in Shijaya, we needed to leave our house. And by the end of the war, the front side of our house was kind of destroyed. So then I understand what does it mean to be here in Shijaya, and what does it mean that it's not safe really to stay here, especially in the wars or these things. Shijaya, دايماً مركز الأحداث. كل من احتلال بده يقتحم غزة بيشرف من عند دارنا. ولما بدت الحرب الناس تركت بيوتها لأنه كالعادة الشجاعية لازم تاكلها. وطبيعي في هاي الحالة نترك بيتنا. كل العالم تتصل في أبويا تقنعه يترك البيت. وبعد ما غلبنا معه في الحكي وافق وقالنا انتوا روحوا وأنا بلحقكم. كيف بدنا نروح ونتركه؟ In the month after 2014, it was a little bit hard to come here to Shijaya because you would find a lot of destroyed houses all over you live. You would find every street you walk in, you will remember someone that was living here, someone that you know, and he passed away. And you know where exactly he died on the street. So these things all were kind of hard for us. So we decided to take a house in the center of the city. And this is where we live right now. أنا أكتر شيء بيستفزني المشاكل ونظرة العالم الخارجي واللي فاهمه عن غزة إنه كلها حرب ودمار وموت وقتل. بالعكس، بالرغم من انه غزة فيها ممكن مشاكل هاي، لكن انه فيها شغلات كتير حلوة. الحب، علاقاتنا، حب الناس لبعضها،
حبيبي بدو القمر والقمر بعيد والسماء عالي ما بتطال الايد. أنا كنت حابب أفوت في مجال المسرح أو السينما، لكن للأسف الشديد فيش في جامعة قطاع غزة هذا المجال، فاضطريت أن أفوت في مجال الصحافة والعلاقات العامة لأنه بحسه هو الأقرب للمجال. زي أي واحد ححط الشهادة في البيت وحستمر في العمل اللي أنا بحبه، الفن والتمثيل والإخراج. في غزة؟ المشكلة عندنا هون في غزة مجالات العمل كتير قليلة وبطيئة بسبب وجود بطالة كتيرة موجودة في هالبلد، وناس كتير مش لاقية تشتغل، ومع إنه معها شهادات من أعلى المراتب، لكن أغلب شهاداتهم تتعلق على الحيط. في المستقبل إن كبرت في غزة إنجاز إنك تكبر، لأنه الموت واقف للواحد على باب داره. نفسي أكون مربية أطفال. لأنه أطفال فلسطين من حد ما يتولدوا بكل الولد عمره 6 سنين وبصرف على عيلة. بس مش هذا الموضوع، الموضوع الشغلات الهبلة اللي صارت في الحرب واللي أنا مش ملاقي لها حل. أول شغلة الدنيا مولعة وحاسين حالنا كلنا بدنا نموت، وستي لخمتنا على ضبة أسنانها. خايفة لما تموت الناس يعرفوا إنها ملهاش أسنان، قال يعني مش عارفين لها البيت. كل إشي ممكن يكون حقيقي في غزة أنا بعكسه، لأنه فعلاً الوضع اللي إحنا بنعيشه من كثر ما هو صعب جداً، فإحنا بنحاول نضحك هستيريا. يلا the work. بلاد كتير إحنا في غزة بدنا نحكي فيها، يعني مش راح نخلص. مشكلة الحصار الموجود علينا، مشكلة الكهرباء، مشكلة المية، مشكلة الخريجين، مشكلة البطالة. قطعت الكهرباء بتأثر علينا بأشياء كتيرة، حتى بتأثر علينا في المسرح، مواعيد خاصة لازم نيجي عشان الكهرباء، بتأثر على دراستي، بتأثر على عينينا وإحنا بندرس، بضطر إني أروح على أماكن عشان أعرف أدرس، والمية أحيانا عينا بتقطع المية، وهذا بخلينا إنه إحنا نعبي جلانات ونعبي سطول مية علشان نوفر كمية مية عنا، أو نعبي الجلن اللي على السطح البرميل، وهذه مشكلة كبيرة. كل مشكلة على مشكلة بتتراكم، أحيانا بيكون في كهرباء ما في مي، أحيانا بيكون في مي ما في كهرباء. صراحة يعني كل هدول المشكلات اللي احنا اصلا بنشوفنا صار عندنا حالة، يعني كيف احكي لك، دبلان وتبلد زي ما بيحكوها، تمام؟ بس انه احنا هذا الاشي مفروض علينا، مفروض. وانا مش عارف ليش بحكي لكم هالقصة. كل اللي بعرفه انه احنا عايشين في قفص، في سجن زي العصفور المحشور، بده يطلع لكنه محاصر. أنا ما بتذكرش كيف ما كانش الحصار، لا أنا طول عمري بتذكر الحصار. نو لا لا ما سافرتش ولا مرة بالمرة. احنا ما سافرناش من وجهة غزة بسبب المعبر، يعني جات لنا 3 سفريات ثم ما قدرناش نطلع عشان معبر رفح كان مسكر فترة كبيرة كبيرة كمان. Thank you.
when we thought we want to take these stories around the world and take the youngsters from Gaza to the United Nations and present their stories to the world, we were not able to, of course, because no one would open up this prison. We managed in 2011 to get a group of them out to the UK. Another went to Poland, a third went to Greece. But that was like one extraordinary time for Gaza when the borders were open with Egypt. And therefore, the Ashtar youngsters had hold the responsibility to carry these monologues out to the world. The monologues that I do have grown with me. That's what I feel. Because I started doing them while I was a child, which was in 2010. I do remember the first time all my group, we were 25 kids from Ashtar in Ramallah. We had, each person had in front of him or her, four monologues, and we were reading the monologues together, all the monologues together. It had this special atmosphere because some of the monologues are comedy monologues, some are tragic, some, so it was full of feeling and energy. واحنا مروحين من المدرسة سمعت صوت طيران بعدين انفجارات. أنا خفت كثير. أول مرة بسمع صوت بخوف هيك. لانا قربت مني، مسكت إيدي وطلعت فيه حكت لي ما تخافي، الموت ما حيفرق بيننا. The first monologues, they were like, most of them, they were like not realizing that it's not the last war, you know? Mm. It's going to happen again. And no one knows when it will end. So I think that's why they were, yes, 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 and then, okay, the first war, the second war, blah, blah, okay, what is happening? Yani, that's the thing, the realization in the second monologues is a mutiny, I don't know. Shocking. أذن كل يوم بسمع اسمع التلفزيون على المواقع الإخبارية الدولية مش عشان عندنا اقتصاد قوي ولا علشان عندنا عجيب الدنيا سبب ولا علشان عندنا طيران كل الدول تدخل موسوعة جينيس بالاختراعات وإحنا كمان دخلناها إحنا أصحاب أكبر وأطول سلسلة حروب في العالم على شعب عسل. احنا اصحاب اكبر واصعب صرختين في العالم. انا عن جد انا جاي هون ليش؟ بالعربي. ليش؟ انا جاي هون احكي المونولوجين، كلهم مونولوجين، محمود بلعاوي ومحمد قاسم. هذه جاي احكيهم واروح، انا لو روحت بعد المونولوجات سلامات، شكرا. مبسوط ومش مبسوط، مبسوط لاني
بوصل رسالتي أنا لكل العالم عن طريق يعني صديق لإلي من رام الله ومش مبسوط لأني أنا ما قدمتها. We are still alive and we are here. Why can't we go there and to talk to people, to tell people what we feel and to talk to them, to see their reactions, I don't know, to see how they feel about us, about what we have said. Unfortunately, it's so hard thing to do. We will be having our third International Youth Festival in July, and our young people from Gaza, we're hoping, we're working to bring them out and bring them to the festival in July, to Ramallah, and perform the Gaza monologues there. Their own stories to our audience in Ramallah. اوكي شهر 7 رايحين تيجوا على الضفه ورايحين تكونوا مع شبابنا الحلوين ومع مجموعه من المسرحيين الدوليين زي كيف لما رحنا على بريطانيا رح تشتغلوا على مسرحيه مع بعض تعرض في اخر ال باخر يوم بعشر ايام وبعدين في عندكم عرض لمونولوجاتكم انتم يوم 14/7 تفضلي طالعين من معبر إيرز؟ طبعاً من معبر إيرز. أكيد؟ ما فيش غيره لأنه هاي الطريقة الوحيدة اللي عم نحاول نتلاقيهم. معبر إيرز آخر فترة بالمرة فهذا ما نعرف. يعني بس إن شاء الله ننجح طبعاً يعني لأنه إحنا إن شاء الله تيجوا إن شاء الله. يعني عن جد كتير حابين إنكم تطلعوا. وهم عارفين انه الموضوع مش بيدينا ولا بيدين عشتار هو بيدين الاسرائيليين بيمسكوا الكشف وبحطوا صح وغلط على اللي بدهم يسفروه فبحاول انا بالاقناع انه فرصه جايه وانه هذا طبيعي وواقعنا هيك احنا قاعدين تحت رحمه الاحتلال الاسرائيلي واحنا محصرين انا كثير متحمسه اني ازور رام الله بتمنى اني اكون هناك وهنا قاعدين نستنى في التصريح بس الله اعلم برضه كمان مره تعالوا هنا انا دربت كثير يعني تقريبا مئات من الممثلين في قطاع غزه واللي دربتهم كلهم تقريبا اتغيروا صاروا ناس فاعلين في المجتمع فهذا صحيح يعني اخذ جهد ووقت كثير بس هذا الوقت والجهد لا شيء مقابل ما بشوفهم اليوم كيف هم واقفين بغيروا ثقافة مجتمع بحالها اليوم يعني أصبحوا هم معروفين تقريبا في معظم قطاع غزة وقدموا أعمال مسرحية عديدة وأنا كتير فخور بالعمل معهم ومع أشتار أنا في غزة يوجد طاقات يعني في طاقات شابة في البلد لو طرقناها على جبل كبير عالي بتنزله كله ناس عن جد بتشغل ناس عقول بتفكر عقول بتشغل في طاقات شابة في البلد الله بيعلم فيها قوية بس مطفية ما حدش مدور عليها كلهم يعني كلها ساكن في بيت صغير مخبى ومجلتنين كلهم
الفرصة اللي ممكن يعني تنعطى للشباب اللي هي الحرية انهم يتحرروا من شغلات كتير. والحرية بس مش بس حرية الارض وبس، الحرية حرية الانسان انه يقدر يحل، انه يقدر يفكر، انه يقدر يعطي، انه يقدر يحلم. يعني حلمنا الوحيد صار في البلد انه نسافر، وهو حق إلنا. It's really hard because, first of all, I didn't want to study here because I'm studying English literature. It's a field that if I study it in the US, in the UK, in such a place, that would be much better for me. I tried to do this. I really tried hard. For 2 years, I tried to have my bachelor degree in the US. I was trying, but I couldn't, finally. In many days, I'm just like, okay, I'm done. I don't want to live anymore. I'm not going to do anything. I'm just going to sit here. I'm going to sit on Facebook, for example. I'm going to do nothing for the rest of my life. And the second day, I go back to work again. Because, you know, it's not about hope. I guess it's the only choice that I have. I'm alive, and I need to be alive. I need to live. So I'm always trying to improve my life, even if it was so hard. I didn't have another choice. إنه إحنا هلا بدنا نروح على الضفة مش قادرين، هذا أبسط إشي. إني بس مجرد بدي أروح على الضفة أشارك في مهرجان أنا يعني حابة كتير أشارك فيه، مش قادرة أشارك فيه لأنه احتمال كبير، وهو الأغلب إنه حيرفض تفض التصريح، واحتمال كبير لا. يعني إحنا عايشين بين الآ واللا، ما في إشي ثابت في غزة. من غزة؟ Remove the siege. If we remove it, everything will be good. من كل النواحي، من ناحية التعليم، من ناحية غلاء الأسعار، من ناحية السفر، من ناحية العيشة نفسها رح تتغير، أنا متأكدة. كل إشي في غزة رح يتغير. الناس في غزة حتى نفسياتهم بدأت تتعب من كتر ما هم خنقينهم. بأثر حتى على المعاملة بين الناس نفسها بين بعض، بأثر على المعاملة بين نفسهم. فأكيد لما يروح الحصار عنا الناس رح تنفرج عنها كل شيء. قبل 5 سنين كانت طموحاتي اني اكون لاعب كوره مشهور في غزه بعدين نطلع نسير بين الناس، بس ما لقيتش منها فايده وممكن اصير لاعب كوره مشهور. فقمت فكره الكوره من بالي واتجهت، صرت نفسي اصير ممثل اعرض الصوت الفلسطيني. إن شاء الله إذا رحنا على رام الله نعرض المونولوجات راح يكون يعني إشي كتير حلو بالنسبة إلي شخصياً، إن حتى هذا يمكن تكون أحلى سفرية في العالم، إن أنا بدي أروح أزور بلد اللي إحنا أصلاً مش قادرين نروح نزورها. يعني Thank you.
أنا غضبان غضبان عن جد، لأنه يعني لمتى لمتى حنضل هيك؟ لمتى حنضل مخنوقين؟ لمتى حنحاول كل مرة بدنا نطلع كل واحد علق أمال على زي ما بيقولوها بتعلق أمالك على قربة مخزوقة؟ كيف حترجميها هذه؟ لمتى حنضل في الوضع هذا وانقسام وحرب وناس تضرب من هنا وناس من هنا وناس من هنا، واحنا شعب عن جد بطلنا قادرين نتحمل، صرنا بدنا ننفجر. بس انا واحد من الناس كل ما احس حالي بدي انفجر بجي لهوايتي المفضله هي المسرح والتمثيل، افرغ عن طاقتي وافرغ من الشغلات اللي بتخزي اللي عن جد بنعيشها. وبالرغم من هيك بنضل نقول للناس انه احنا مبسوطين عن جد، مع انه هذا المصطلح التعن ابو شرفه، بس بنضل نقول مبسوطين. ماما انا فاهمهم كثير، لان انا يعني تقريبا ربيتهم ربيوا معي وهم صغار، وكثير ساعات حزنهم بصير حزني. يعني قبل شوية لما احنا بلغنا ياسمين انها مش حتسافر، هي انهارت في الداخل، طلعت كتير. انا كانت هي تبكي وانا بحاول اضحكها وانا كنت ببكي من جوا. والله العظيم بنموت على ربك. والله بنحبك يا ياسمين. والله بنحبك. وكنا نتمنى تكوني معاهم. يعني انا دائما المطاطة اللي بتمتص الحزن وما بحاولش ابين لهم، بس بفرح فيهم وهم بيكبروا بعذبهم. هذا الحزن هو مخيم على سماء غزة، يعني الحزن موجود في عينين الناس كلها. أوكي. احنا بنتمنى انه تخف المعاناة هذه علينا شوي، ربنا سهل. محمود مش هبقى بحكي شيء. اسمعي، إذا الواقع بضل زي ما هو مش أنا لحالي، أغلب الشباب في هذا المجتمع ما حدش فيهم حاسس أي شيء، لأنه في غزة أصلاً يعني حكيناها في مونولوج ياسمين كاتبة، في غزة إنجاز إنك تكبر، لأنه الموت واقف للواحد على باب داره. بعدين في شغلة، إحنا في غزة حقوقنا صارت أحلام. في غزة صار حلم واحد، يعني لما خلص يعني انا حلم اسافر واضو وحملت حالي وعلى الفاضي في شيء حلم. اسعى الى الامل، يعني ادور على الامل، ادور وين هو موجود. يعني انا كنت متامل في سفره على رام الله، بس للاسف في شيء، يعني خلصنا من هذه الشغله، الامل اللي هنا راح. بروح بدور على أمل تاني إنه يوصلني للي أنا بحلم فيه. وين عرم الله؟ وين عرم الله؟ وانت يسافر وين عرم الله؟ لا تخاف من الله، لا تخاف من الله، تاوين يسافر وين عرم الله؟ ايوه حب ناصيني، حب عرم الله، وانت يا مسافر وين عرام؟ What are you doing today? Go to Ramallah. Hopefully. Travel Ramallah. Finally. Ramallah. We will do everything. نفسنا نشم هوا Ramallah. I'm really sad for Yasmin and Mahmoud and Ali because I think there is no reason to. Refuse them. Yeah. They are not dangerous. They are teenagers. Actors, and not dangerous or have thing to kill them. No, we are exactly. Just to act. You are going to act. Yeah. Allah Akbar. No, there is no reason. I know there is no reason. Just and. To make some of us sad. ممكن كان أي حدا فينا أصلاً يرتفض من الأربعة اللي إحنا قاعدين، بس خلاص هذا برجع في إيد
anyone could be rejected, even from us. And there is really any logic reasons why we are why they were rejected and why we are allowed. It's a matter of law. Mahmoud and Ali and Yasmin, إنهم هما في قلوبنا وروحهم معنا وإحنا كنا بنكمل بعض. الله خايفين يكون في إشي تاني. No one is sure. We can never be sure. So we are in Gaza. Nothing is sure. That's it. This is Gaza. They may tell us you should go back to Gaza and you're not gonna leave today. That could happen. Three checkpoints, and at the three checkpoint of the government here in the West Bank, they told us that the name of Muhammad is not there. And so we waited for something like an hour or two. We hoped that you could have the permission, but unfortunately he didn't. And by coincidence, we figured out that Ali has a permission, but he does not know this. So we called Ali and we told him that you have a permission and you should come tomorrow to Ramallah. This moment was really so hard for us, for all of us, whether it was for Muhammad or for three of us. And for me too. We were so, and for Ali also. وأنا كنت متقبل تماماً إنه ما طلعليش تصريح وإنه مش هسافر. بس تاني يوم لما بلغوني أنت سافر ومحمد قاسم حيرجع. ساعتها صرت يعني المفروض اني افرح بس ان انا ما فرحت صرت اصير افكر في محمد ليش محمد نزل المزه هذه فكان الامر شويه صعب علي Before we come, we think that it's impossible to go out from Gaza and to come to Ramallah. So when we do it, we are really happy because this is the first time for us to come here to Ramallah and have a new experience with the people here and the people from outside Ramallah. That was really, really amazing. And we are happy because we see that Ramallah is really very beautiful place and see the difference between Gaza and Ramallah. حلوة برضو إنه نشوف ناس متواصل معهم على الإنترنت صرنا 6 سنوات وما فريق عشتار في الضفة هذه كانت أول فرصة إلنا نشوفهم بعد 6 سنوات شغل معهم. والله يا كبير نفتقدك ورام الله تفتقدك وأنس يفتقدك يا ويلي والله هو أكثر واحد
We are so sad, so sad because you are not with us. يعني الحين شوف انت هبه اول ما دخلت على بلد غير بلدها قلبت انجليزي. شفنيش مع العرب تعرفني مع العرب فيش عندنا شكر لهذا الكلام. والله والله عن جد يا محمد يعني. أنا حبيبي اسمع أنا ما طلعتش معكم أنتوا أربعة أولاد مش فارقة كثير يعني طب هيك الموضوع انتهى أوكي الواحد انفلس عشان طلع وعلى أساس فرح إنه هو كان مقبول وجاء تصريح وجهز حاله وودع أهله وتصور هو فرحان ولما وصل للنقطة الأخيرة ما طلعش وكان تصريحه مرفوض طيب علشان هيك هو اللي انا زعلان عليه يعني انه الاحساس تبعي مش تعبك يا الله اسمع خليني احكي لك شغله واحده يا محمد فجاه يوم ما بدي يعني احلى واحد في كل الدنيا بده يسافر مع دينه وحاطين اكثر من كذا نقطه احلامنا نبنيها مع بعض ونصير مزه تاعت ايرز بس احنا عن جد وحياه النعمه مجرد ضحيه بحكيها يا زلمه والله من بديش احكي يا زلمه كثير يعني يا محمد هي نقطه انس عن جد نقطه انس عن جد معقوله طب هذا احنا بالاخر هي ان شاء الله بتزبط بالاخر اما من انت تصريح مرفوض أناس خلاص تمام What's the main difference? I don't know, I'm wearing my pajama. I never go with pajama. Yeah. This is the big difference, yeah. So, there are a lot of difference, you know. There's electricity. the electricity here is always, and we can do something, something that we, in Gaza we can do it like this. And شاف السر اللي هي هاد تفهمه غلط بس يفهموها غلط بعمل اشياء هانا ما بنعملها في غزة there are a lot of things that here we can do بالانجليزي بس خايفه تفهمها غلط شو that we can't do really in Gaza because like we can go to new places we can walk in a lot of streets we can go walk in the night and a lot of other things شفنا شغلات يعني مختلفه هان انه كيف احكي لك انه احنا فيش عنا حريه هان اوبن مايت حريه كثير فمش عارف كيف صراحه يعني اكيد هذه الحريه يعني لازم تكون حدا موجود عندنا في غزه لانه احنا بنستحق الحريه Actually when I call my family I told them how you are living in Gaza Gaza is really bad how you are living there I love Gaza but the situation there is not really good They are dying in Gaza. Really, they are dying. أول صدمة صابتنا بالحرب إنه أشهد أستاذ في المدرسة، أستاذ الرياضيات من أول ثانية نزل تحت الطاولة من الخوف. أنا قاعد أفكر. إذا أشمت أستاذ نزل تحت الطاولة إحنا إيش نساوي؟ كثير من الأولاد شخوا على حالهم أنا بدأت أصيح والأولاد كلهم يصيحوا معي أنا كنت أصيح على بيتنا المتأكد من الدمار وعلى أهلي المتأكد من المستشفى 7/1/2009 يوم من أيام الحرب كنت قاعد على باب الدار والجو ضباب. اجا واحد يحكي لي صاحبك محمد استسهل. طبعا انا ما صدقتش الخبر. رحت ادور على صاحبي. رحنا على المستشفى. ما لقيت صاحبي. رحنا على الجامع. لقيت صاحبي منفوف على فلسطين. ومقطع شقق. بقيت كثير لاني ما قدرتش على بوسه ولا احضنه. حكيت له انا بحبك كثير. وحزنان عليك لانك راح تسيبني بهاي الدنيا كنت انا وياك يا محمد اصحاب كثير
نمثل مع بعض. ليش سرني يا محمد في أي دنيا لحال؟ ليش؟ صار نصف كثير، حسيت إنه بنات الموت عم بلحقني ومش حالي لعمي، بس الحمد لله بعدني عايش، بعدني عايش، الحمد لله بعدني عايش. لما روحت على البيت فتحت التلفزيون شفت كل المباني اللي حوالين مدرستنا مدمرة، والشهداء الشهداء مرصوصين فوق بعض. شفت مدرستنا بس ما شفتش حالي، وحمدت الله يا رب ما يجي يوم واطلع في على التلفزيون، لانه ما بيجينا منه غير الموت. بعد الحرب صرت دائما لابسه وضيق ومرتب على الاخر. ليش؟ اقول لك ليش؟ لانه بكون لانه لو متت حابه اموت موته حلوه، بس بيكون اكبر مشكله لو خبطوني صاروخ، لان وقتها راح اصير 100 شقفه وانا حابه اموت شقفه واحده بس. يا سلام على غزه واحلام غزه، صار حلمنا نموت موته حلوه مش نعيش عيشه حلوه. People were saying this on the news, that we're going to have another war soon, and it's going to be the most dangerous one, the hardest one ever. So yeah, these are not exactly good news that you want to wake up and hear in the morning. So